السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين قناة بوشبان التعليمية، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد والذي سنرى فيه تمارين تطبيقية في درس التمييز. إذن كما تلاحظون الدرس الأول من علوم اللغة التمييز، وسنرى سمات التمييز. إذن سمات التمييز، نبدأ بتعريف التمييز. تعريفه: التمييز اسم يأتي ليوضح اسما مبهما ويخصص معنى مجملا هو المميز. مثلا: وهب الفلاح الفقير مدا. إذن مدا، إذا توقفنا هنا، وهب الفلاح الفقير مدا. واش مدا؟ قمحا ولا مدا شعيرا ولا مدا رزا؟ ما تنعرفوش حتى تنجيبوه بالتمييز اللي هو قمحا. إذا تنقول وهب الفلاح الفقير مدا قمحا. مدا تيكون عنده واحد المعنى عام، بمعنى عنده بزاف ديال الاحتمالات. مدا ديال الشعير، مدا ديال القمح، مدا ديال الرز. ولكن ملي تنقولوا قمحا تولي تخصص لنا هذا المعنى المجمل اللي هو مدا. إذا عندنا مدا هو المميز، وقمحا هو التمييز. ثانيا سماته، إذا بعجالة سأذكركم بسمات التمييز. التمييز، إذا كما تلاحظون أن التمييز السمة الأولى وهي سمة صرفية. سمة صرفية بمعنى أنه يكون اسم نكرة. مثلا نجد قمحا هو اسم غير معرف بالألف واللام، غير معرف بالألف واللام، يعني نكرة. السمة الثانية وهي سمة دلالية. سمة دلالية بمعنى من ناحية الدلالة، من ناحية الدلالة وهي تخصيص مجمل، بمعنى تخصيص المعنى المجمل كيف سبق وقلت. أن مدا عنده بزاف ديال الاحتمالات، مدا ديال القمح، مدا ديال الشعير، مدا ديال الرز. ولكن ملي تنقولوا قمحا تنوليو تنحددوا هاد الدلالة ديال مدا اللي عامة. إذا تخصيص مجمل بمعنى تخصيص المعنى المجمل موجود في مدا. إذا مثلا وهب الفلاح الفقير مدا. إذا مدا، مدا ماذا؟ بمعنى في بزاف ديال الاحتمالات. فمدا عام من ناحية المعنى، من ناحية الدلالة. لكن بإضافة كلمة قمحا، ملي تنضيف كلمة ديال قمحا تولي المعنى خاص بهاد القمح، بهاد المعنى تولي هذاك المد خاص بهاد القمح، تولي قمحا صار المعنى خاصا به. بمعنى هذيك مدا اللي عندها معنى بزاف تنولو تنخصصو في اش؟ في قمحا. وعادي نشوفو كيفاش نحددو السمة الدلالية ديال التمييز. وهكا تنكونو وصلنا للسمة الثالثة اللي هي السمة التركيبية. ملي تنقول السمة التركيبية بمعنى الحركة الإعرابية. سمة تركيبية بمعنى الحركة الإعرابية. تلاحظوا وتنشوفوا شنو هي الحركة الإعرابية اللي كاينة لهذاك الاسم، لهذاك التمييز. مثلا إذا هو راه كاينين جوج الأنواع ديال الحركات الإعرابية. إذا لدينا في ألف بمعنى النوع الأول ديال الحركة الإعرابية منصوب. مثلا وهب الفلاح الفقير قمحا. اذا قمحا تمييز منصوب بتنوين الفتح، اذا هذا منصوب وجوبا. اما باء مجرور بمن، اذا ممكن ان يكون مجرورا بمن وممكن يكون مجرور بالاضافه. مجرور بمن مثلا وهب الفلاح الفقير مدا من قمح، من قمحين. أما بالنسبة للمجرور بالإضافة مثلا وهب الفلاح الفقير مد قمحين، مد قمحين. إذا مد وهو مضاف، قمحين مضاف إليه. وكي تعرفوا أن الإضافة تفيد الملك، هاد المد ملك ديال أش؟ ديال القمح. هاد المد ديال أش؟ ديال القمح. إذا في النهاية تلاحظوا قمحة أو قمحين هو مجرور بمن؟
في المثال الأول اللي هو وهب الفلاح الفقير مدا من قمح، ومجرور بالإضافة في المثال الثاني اللي هو وهب الفلاح الفقير مد قمح. إذا انتقلوا للتمارين الآن بسرعة، انتقلوا للتمارين. إذا تمارين تطبيقية أسئلة وحلول. أعين سمات التمييز في الجمل التالية، أعين سمات التمييز في الجمل التالية، بمعنى بغينا نحاولوا أننا نستخرجوا سمة صرفية وسمة دلالية وسمة تركيبية. الجملة اللي عندنا هي اشترى كيسا من دقيق، اشترى كيسا من دقيق، هنا هو التمييز. هنا إذا التمييز هنا كي تلاحظوا اللي هو دقيق، التمييز عندنا هنايا دقيق، وكي تلاحظوا أنه جاء مجرور. إذا سمته الصرفية اسم نكرة، إذا دقيق ما فيش الألف واللام، غير معرف يعني اسم نكرة. سمته الدلالية تخصيص المعنى المجمل، أشنا هو هذا المعنى المجمل اللي هو كيسا. ملي تنقولوا مثلا اشترى كيسا وتنسكتوا، كيس ديال اش، ما حددتيش، خليتي المعنى عام، خليتي المعنى مجمل. اذا تخصص المعنى المجمل كيسا في دقيق، في دقيق بمعنى الدقيق هي اللي خصصت لنا المعنى المجمل. اذا هذه هي السمة الدلالية ديال تمييز اللي هو دقيق. اش تيدير تخصيص المعنى المجمل. نشوف السمة الثانية اللي هي السمة تركيبية، كيف جا هنايا، جا مجرور بمن، اذا جا هنايا دقيق اللي هو التمييز، جا تمييز مجرور بمن. نشوفوا مثال اخر. اذا المثال الاخر بالنسبة للجملة لدينا هي توسعت المدينة عمرانا، توسعت المدينة عمرانا، توسعت المدينة عمرانا، فين هو التمييز هنا؟ إذا التمييز هو عمرانا، عمرانا. نشوفوا السمات الآن. إذا سمته الصرفية اسم نكرة، دائما تكون اسم نكرة، عمرانا ما فيش الألف واللام، بمعنى اسم نكرة. سمته الدلالية تخصص لنا المعنى المجمل، عمرانا نخصص لنا المعنى المجمل اللي هو توسع المدينة. إلا قلت لك توسعت المدينة وسكت، من ناحية اش، واش المجال الغابوي، المجال الأخضر، ولا مناش من ناحية، ولكن ملي تنقولوا عمرانا تنوليو داك المعنى المجمل العام تنخصصوه في اش، في العمران. بمعنى اش؟ بمعنى ان التمييز اللي هو عمرانا خصص لنا داك المعنى المجمل العام اللي هو توسع المدينه. اذا تخصص المعنى المجمل توسع المدينه في العمران. نشوفوا السمه التركيبيه. السمه التركيبيه هنا جا منصوب وجوبا، اذا النصب وجوبا، ممكن تقولوا النصب وجوبا، ممكن تقولوا منصوب وجوبا، اللي هو الاصل في التمييز انه يكون منصوب وجوبا. عندنا جملة أخرى اللي هي شربت كوبا ليمونا حلوا، شربت كوبا ليمونا حلوا. يا الله فينا هو التمييز هنا، يا الله كتبوا، نشوف كاش عادي تكتبوا شربت كوبا ليمونا حلوا، فينا هو التمييز. إذا التمييز عندنا هنايا واش هو ليمونا ولا هو حلوا، فينا هو التمييز، واش ليمونا ولا حلوا. اذا التمييز عندنا هنايا هو ليمونا، ليمونا. علاش؟ اذا شربت هذا فعل فاعل، بمعنى شرب هذا فعل ماض مبني على السكون. علاش اللي مبني على السكون؟ لاتصاله بالتاء المتحركه اللي هي ديك تو. وعلاش هنا قلنا لاتصاله؟ حيت حنا تنعرفوا الفعل الماضي تكون مبني على الفتح. اذا الاصل في شرب هو راه شرب، اذا الفعل الماضي يبنى على الفتح، مثلا قام، جلس، نام، ولكن هنا جا فيه السكون،
شرب شرب. اذا داك الشيء علاش اللي تنقولوا فعل ماض مبني على السكون، علاش؟ لاتصاله بالتاء المتحركه اللي هي لاتصاله بالتاء المتحركه، وهي ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، بمعنى هذيك تو هي ضمير تعود عليا انا، شربت اش كوبا، كوبا مفعول به منصوب تنوين الفتح، كوبا مفعول به منصوب تنوين الفتح، ليمونا هنايا كيف قلنا تمييز، ليمونا جا هنايا تمييز، حلوا باش بغينا نعربو حلوا، اذا بلا ما نسط عليكم راسكم، حلوا نعت، حلوا نعت، تنعت لينا هاد الليمون انه حلوا. المهم اللي تهمنا هنايا وهو التمييز اللي هو ليمونا. اجيو نشوفوا دروكا السمات ديال التمييز، اذا كتبوا لي في التعليقات اشنو السمه ديال ليمونا الصرفيه والتركيبيه والدلاليه. اذا السمه ديال التمييز اللي هو ليمونا، سمته الصرفيه اسم نكره ما فيهش الالف واللام، اسم نكره. السمه الدلاليه تخصيص المعنى المجمل اللي هو كوبا، يعني ملي تنقول شربت كوبا وتنسكت هكا، الا قلت لكم شربت كوبا وسكت بغيتي تقولوا لي ديال اش، واش ديال الماء، واش ديال العصر، واش ديال اش، حدد. تنولوا تنقولوا كوبا ليمونا، وبالتالي هاد ليمونا هو التمييز اللي خصص لنا المعنى المجمل كوبا. اذا تخصيص المعنى المجمل كوبا في ليمونا. نشوفوا دروك السمات التركيبيه، تركيبا بمعنى الحركه الاعرابيه، سمته التركيبيه النصب جوازا، النصب جوازا، علاش؟ حيت عندنا هنايا كوبا هو تمييز الكيل، تمييز الكيل، وحنا تنعرفوا ان تمييز الوزن والكيل والمساحه يمكن ان يكون منصوبا، يعني ممكن نقول شربت كوبا ليمونا، وممكن انه يكون مجرور بمين او بالاضافه، ممكن انه يكون مجرور بمين ونقول شربت كوبا من ليمون حلو، وممكن يكون مجرور بالاضافه ونقول شربت كوبا ليمون حلو. اذا هنايا سمته التركيبيه هو النصب جوازا، اذا هذه هي الحالات اللي تكون فيها النصب جوازا، اللي هي تيكون مع الوزن والكيل والمساحه. اذا يجوز النصب ويجوز كذلك الجر بمن او بالاضافه. نشوف مثال اخر جمله اخرى. إذن الجملة تقول غطى الماء هكتارا أرضا، غطى الماء هكتارا أرضا. إذن فين هو التمييز هنا؟ غطى، غطى هذا فعل، الماء فاعل، هكتارا مفعول به، غطى الماء أش هكتارا، هكتارا أرضا. إذن فين هو التمييز هنا؟ التمييز عندنا هنايا هو أرضا، إذن التمييز أرضا والسمات ديالو. يلا حاولوا أنكم تخمنوا تخمين في السمات ديال أرضا، تمييز أرضا قبل ما نعطي الجواب. إذن سمة صرفية أش تنقولوا دائما؟ تنقولوا دائما سمة صرفية كذا أش. سمة الدلالية، إذا أشنو هو الدور ديال التمييز هنايا؟ أرضا تخصيص المعنى المجمل، إيه أشنو هو هذا المعنى اللي مجمل اللي خصصناه حنايا؟ إذا المعنى المجمل اللي خصصته هذه الكلمة أو اللي خصصو التمييز اللي هو أرضا. وشنو هي السمة ديالو؟ تركيبية، بمعنى من ناحية الإعراب، أشنو هي الحركة الإعرابية اللي كاينة في التمييز أرضا؟ إذا الجواب يقول
السمة التركيبية، السمة الصرفية دائما مثل ما قلت، السمة الصرفية دائما تكون اسم نكرة، اسم جامد نكرة، اسم نكرة بمعنى ما فيش الألف واللام. سمة الدلالية تخصص المعنى المجمل، واحد المعنى مجمل اللي هو هكتارا في أرضا، بمعنى أن هذيك أرضا جات وحددت لنا المعنى المجمل ديال هكتارا. سمته التركيبية منصوب جوازا، منصوب جوازا. علاش؟ حيت هنايا كي تلاحظوا غطى الماء هكتارا أرضا، أرضا هنايا النصب، ويجوز أن يكون مجرورا بمن وبالإضافة كذلك. ممكن أن نقول غطى الماء هكتار أرض، هكتار أرض هذه بالإضافة، وبمن ممكن أننا نقول غطى الماء هكتارا من أرض، من أرض. إذا حاولوا أنكم تبقوا عاقلين على هذه القاعدة اللي هي أن تمييز الوزن والكيل والمساحة يجوز النصب وكذلك الجر. نشوفوا جملة أخرى. الجملة الأخرى عندنا تقول أتممت الدرس مراجعة، أتممت الدرس مراجعة. إذن فينا التمييز هنا؟ دائما عادي تقولوا لي مراجعة، إذا الكلمة الأخرانية اللي فيها تنوين ديال الفتح بمعنى مراجعة، هذا هو التمييز. مزيان مزيان، تمييز مراجعة. يلا عاود تاني دغيا، حددوا حددوا دغيا في دماغكم أو أنكم قولوها هي بينكم وبين راسكم. السمة الصرفية شنو؟ واش بغينا نكتبوا؟ دائما قلنا تنكتبوا اش؟ السمة الدلالية اللي هي تخصص المعنى المجمل، اشنو هو هذا المعنى اللي هو مجمل اللي جا التمييز ليه هو مراجعة باش يخصوا، باش يردوا خاص، باش يحددوا. واشنا هي السمة التركيبية بمعنى الحركة الإعرابية ديالو؟ هذيك سهلة، هذي تقولوا لي منصوب حيت كاين تنوين ديال الفتح. إذا الجواب يقول سمة الصرفية اسم نكرة، اسم نكرة. سمته الدلالية تخصص المعنى المجمل اللي هو إتمام الدرس، إتمام الدرس. حيت هنا راه ماشي عندنا تمييز مفرد، عندنا هنايا تمييز جملة، تمييز مفرد ماشي عندنا هنايا تمييز مفرد اللي هو كي تعرفوه التمييز الملفوظ تنتلفظوا به اللي هو الوزن والكيل والمساحة والعدد. لا، عندنا هنا يتميز جملة أتممت الدرس مراجعة، وبالتالي عاد نقوله إتمام الدرس، هذا هو المعنى المجمل. يعني إلا قلت لكم أتممت الدرس وسكت بحال هكا عاد تقولوا لي كملتي هذا الدرس في أش؟ واش في الكتبة؟ واش في الحفاظة؟ واش في المراجعة؟ ولكن ملي تنقول لكم مراجعة تتقول لي آه فهمنا دروكا، دروكا انت يا كملتي الدرس في اش؟ في مراجعة، فهمنا دابا. اذا خصصتي لينا داك المعنى المجمل اللي هو اتمام الدرس، ولا ممكن انكم تقولوا اتممت الدرس، خصصنا هذا المعنى المجمل في اش؟ مراجعة، او بمعنى اخر مراجعة خصت لينا المعنى العام المجمل اللي هو اتمام الدرس. السمة التركيبية اللي هو النصب وجوبا، هذاك راه ساهل كيف قلنا تتبان الحركة من بعيد. الجملة الأخرى تقول الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. هنا هو التمييز، هنا بغيتي تقولوا لي ثوابا. واشتو ثوابا تمييز مزيان، الله يعطيكم الصحة. إذا التمييز عندنا هنا هو ثوابا، والجواب عندكم صحيح. يلا السمة الصرفية اسم نكرة، بغيت تقولها لي بالزربة حيت راه دوزنا بزاف ديال الأمثلة، داكشي علاش خصكم تقولها دغيا. السمة الصرفية اسم نكرة. السمة الدلالية اش اللي قلتو؟ الدلالة اش اللي قلتو؟ خصصنا المعنى المجمل اللي هو اشنو؟ او ثوابا
تميز ليه وثوابا خصص لنا المعنى المجمل اللي هو اش. يلا السمه التركيبيه الحركه الاعرابيه منصوب بيتو تقولوا لي النصب هذاك سهله يعني اش اللي عادي تشكو فيه شي شويه اللي هي السمه الدلاليه. اذا الجواب يقول السمه الصرفيه اسم نكره دائما اسم نكره ما فيهش الالف واللام اسم نكره ثوابا. سمته الدلاليه هو تخصيص المعنى المجمل خير عند ربك اذا البقيه الصالحات خير عند ربك اش البقيه الصالحات خير عند رب خير عند ربك في اش ممكن تكتبوا الباقيات الصالحات خير عند ربك حيت عندنا هنايا تمييز جمله الباقيات الصالحات خير عند ربك حيت عندنا تمييز جمله ممكن تهزوا تكتبوا الجمله كلها وممكن تكتبوا خير عند ربك حيت حنايا عندنا خير عند ربك في اش هاد الباقيات الصالحات خير عند ربك في اش ولكن ملي تنقولوا ثوابا تنقولوا تنحددوا خير عند ربك في اش في التواب يعني التواب هي هو التمييز اللي خصص لنا المعنى المجمل اللي هو خير عند ربك. سمته التركيبيه سهله هذيك منصوب وجوبا. نشوفوا جمله اخرى الجمله تقول باعني التاجر قنطار شعير باعني التاجر قنطار شعير فين هو التمييز هنا ما كاينه كاع شي كلمه هنايا فيها تنوين ديال النص ما فيهاش تنوين ديال النص ما كايناش اذا فين هو التمييز عندنا هنايا اذا مزيان الله يعطيكم الصحه التمييز عندنا هي عندنا هنايا هو شعير اذا التمييز شعير شاعر سمته الصرفيه اسم نكره وسمته الدلاليه تخصص المعنى المجمل اللي هو قنطار فاش في الشعير بمعنى ان هذا الشعير هو اللي حدد لنا المعنى المجمل العام اللي هو قنطار باش تفهموا اكثر الا قلت لكم باعني التاجر قنطارا اسكت بحال هكا قلت لكم باعني التاجر قنطارا اسكت بحال هكا بغيتي تقولي لي القنطار اللي باع لك التاجر ديالاش واش ديال الشعير واش ديال القمح واش ديال الروز يعني بحال قبيله لا شعيرا قنطارا شعير اذا شعير عندنا هنايا هو التمييز وكي تلاحظوا انه مجرور بمعنى ان سمته التركيبيه مجرور بالاضافه جوازا مجرور بالاضافه جوازا اذا الوجوب قلنا تيكون مع النصب والجواز تيكون مع الجر في بالاضافه او بمن نشوفوا جمله اخرى الجمله عندنا اشتعل الراس شيبا اشتعل الراس شيبا اذا هذا كي تعرفوا انه مجاز بلا ما ندخلوا في المجاز والاستعاره باقي الحال باقي الحال تو كنوصلوا لها اذا اشتعل الراس شيبا تمييز بغيتو تقولوا لي شيبا هذاك هو التمييز تمييز شيبا مزيان سمته الصرفيه اسم نكره سمته الدلاليه تخصيص المعنى المجمل اللي هو اشتعال الراس ممكن تقولوا تخصيص المعنى المجمل اللي هو اشتعال الراس وممكن تقولوا اشتعل الراس بجوجهم صحاح اذا تخصيص المعنى المجمل اللي هو اشتعال الراس في شيبا بمعنى شيبا هذا هو التمييز اللي خصص لنا ذاك المعنى العام المجمل اللي هو اشتعال الراس الا قلت لكم اشتعل الراس وسكت انت تقولي لي باش ملي قلتي اشتعل يعني راه العافيه تتهضر لينا انت يعني لا راه هنا تنقصد لكم ان راسي ولا فيه ولا بسرعه ولا فيه بسرعه شيب كي بحال العافيه بحال السرعه ديال العافيه اللي تتشتعل اذا السمه الدلاليه تخصيص المعنى المجمل اللي هو المعنى المجمل كاين في اشتعال الراس في شيبه خصصناه شيبا سمته التركيبيه نصب وجوبا
النصب وجوبا. نشوفوا جملة تانية، جملة أخرى، قال تعالى فجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا. تمييز هنا مزيان حاسر جدا، عيونا سهل. تمييز عندنا هنا هو عيونا. سمته الصرفية اشنو قولوا؟ سمته الصرفية، سمته الدلالية، سمته الدلالية مزيان. سمة التركيبية الحركة الإعرابية باينة منين ومنين؟ اللي هي تنوين الفتح. إذن سمة صرفية اسم نكرة، ما فيش الألف واللام، نكرة. سمته الدلالية تخصص المعنى المجمل اللي هو تفجير الأرض، ولا ممكن تقولوا فجرنا الأرض. في عيونا بمعنى عيونا، هذا هو التمييز اللي خصص لنا المعنى العام المجمل اللي هو فجرنا الأرض. الله سبحانه وتعالى تقول لنا فجرنا الأرض، إذا سكتنا هنا بغينا نقولوا فجرها بأش؟ عيونا يعني كاين عيون ديال الماء، أنا تقصد عيونا ديال الماء، يعني أعطانا الماء داك اللي تيكون عين مثلا تينبع من شي بلاصة. سمته التركيبية نصب وجوبا، منصوب وجوبا. إذا تنتمنى أنكم تكونوا فهمتم مزيان سمات ديال التمييز. موعدنا في فيديو آخر، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.